سبحان الله عندما نتامل هذه الحشره الصغيره كيف جاءت بهذا الصرصور الكبير الى قبره وحقنت هذه البيضه التي ستتغذى عليه ويموت موتا بطيئا، من الذي علمها؟ هذا موضوعنا لهذا اللقاء ان شاء الله. حتى يتبين لهم انه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. ايها الاحبه اليوم سنتامل احدى عجائب الطبيعه كيف سخر الله لهذه الحشره طريقه مميزه للتكاثر، هذه الحشره حشره الدبور الخضراء ذات اللون القرمزي حشره غريبه فعلا هي تضع البيوض ولكن هذه البيوض لا يوجد فيها مواد مغذيه لها ولا تستطيع ان تعيش لوحدها لابد من مصدر للغذاء ماذا تفعل انظر معي اخي الحبيب طبعا هنا هذه الحشره لديها ذكاء خارق زودها الله بمادة خاصة للسيطرة على هذه الحشرة الأكبر من هذا صرصور طبعا انظروا الفارق في الحجم يعني هذا حج... هذه الحشرة حجمها صغير مقارنة بهذا الصرصور الكبير بالنسبة لها ماذا ستفعل؟ الآن سوف تنقض عليه بكل قوتها وتقوم بمعركة عنيفة جداً لتحقن انظر معي هنا هذه مؤخرة حشرة الدبور تحقن مادة في عنق الصرصور في هذه في عنقه بالضبط تصل إلى دماغه للسيطرة عليه لينقاد ويذهب معها إلى القبر الذي ستحفره لهذا الصرصور سبحان الله انظر معي هنا تحقن هذه المادة هذه الماده ايها الاحبه لا تشل حركه الصرصور وليست ماده سامه وليست ماده مهلكه بالنسبه له لا لا ابدا هو يبقى بكامل قوته وكامل يعني سيطرته وكل شيء ولكن هذه الماده تجعله ينقاد وراءها فقط يعني تسيطر على دماغه انظر معي هنا بعد ان حقنت هذه الماده هي ثوان قليله فقط لتحقن هذه الماده ثم تهرب منه انظر معي هنا تنتظر حتى تاخذ هذه الماده مفعولها هذه الماده تدخل مباشره الى الخلايا العصبيه في الدماغ في دماغ الصرصور هذا وتفقده قوه الاراده، تفقده اتخاذ القرار يصبح عاجز مع انه في كامل قوته ولكن يصبح عاجزا عن اتخاذ اي قرار وبالتالي تستطيع هذه الحشره الصغيره ان تاخذه الى حيث تشاء، انظروا معي هنا ايها الاحبه، هذه الحشره سوف تسحب هذا الدبور من قرني الاستشعار هنا، هي تنتظر طبعا حتى تاخذ هذه الماده مفعولها، تستغرق وقتا من الزمن، ثم تاخذه وتذهب به، انظر، انظر اخي الحبيب كيف يمشي معها. إلى حفرة هي صنعتها انظر هو يمشي بكامل إرادته مع العلم أنها لا تستطيع أن تجره يعني لو كان ميتا لا تستفيد منه شيئا من الذي علمها أن هذا الصرصور لو حقنته بمادة سامة سوف يموت ولكن لا تستطيع أن تأخذه وتضعه في قبر هي حفرته خصيصا له انظر معي هذه هي الحفرة التي حفرتها هذه انثى الدبور والان سوف يدخل انظر انظر هو يمشي معه هو يمشي انظر كيف يحرك ارجله هو يمشي بارادته انظر معي اخي الحبيب دخل الى هذا القبر الذي طبعا هنا العلماء وضعوا كاميرا ليصوروا لك كيف تسحبه ولكنه يمشي بارادته حتى تدخله في هذا النفق، قبر على شكل نفق عميق هكذا في الارض. الان سبحان الله هذه الحشره الخضراء انثى الدبور تريد ان تضع البيضه على هذا الصرصور، انظروا تختار مكان مناسب مليء بالبروتينات والغذاء وتضع هذه الام بيضه واحده هنا تلصقها على بطن او جسد هذا الصرصور سبحان الله هذه البيضه سوف بعد ان تغادر سوف تنمو وتتغذى على جسد هذا الصرصور المحبوس داخل النفق لا يستطيع ان يغادر هنا طبعا وضعت هذه البيضه كما نرى امامنا ثم تركت هذا الصرصور انظروا المكان ضيق جدا محصور داخل هذا المكان لا يستطيع ان يتحرك ثم خرجت بعد ان خرجت سوف تغلق تغلق هذه الفتحه ببعض الاخشاب والحصى والحجاره الصغيره وحبات الرمل أغلقت الفتحة عليه إغلاقا محكما لكي لا يفكر بالهروب. إذا حفرت له قبر ووضعت وأغلقت هذا القبر ووضعت عليه بيضة لكي تتغذى عليه فيما بعد. طيب يعني يعني ها هذه هذا الأمر أيها الأحبة محير حتى بالنسبة لعلماء الطبيعة. انظروا هنا اغلقت هذا المكان بشكل جيد واصبح هذا الصرصور اسيرا داخل هذه هذا القبر لا يستطيع ان يتحرك لا يستطيع ان يتقدم ولا ان يتاخر فعندما تفقس هذه البيضه تخرج هذه اليرقه لتتغذى على البروتينات الموجوده داخل هذا الصرصور، سبحان الله أنا فقط أريد أخي الحبيب أن أتوقف وأفكر معك بعقل. طيب من يقول أن الكون نشأ بالمصادفة وأنه لا خالق لهذا الكون؟ طيب هذه حشرة من الذي علمها هذا هذا الأسلوب؟ من الذي علمها كيف تصنع مادة ليست سامه، لو كانت سامه لقتلت الصرصور، لم تستفد منه شيئا. لو شلت حركته لن يمشي معها ولا تستطيع ان تسحبه. طيب اذا هي ماده تفقده القدره على اتخاذ القرار. يعني ماده عجيبه جدا في الطبيعه. من الذي الهمها صناعه هذه الماده التي يعجز عنها علماء البشر اليوم؟ البشر الان عاجزون. عن اختراع مادة يمكن ان يأخذها الانسان او تحقنها في الانسان فتفقده القدرة على اتخاذ القرار مادة عجيبة جدا ايها الاحبة ثم من الذي علمها كيف تحفر وتسد هذا القبر بشكل محكم وتضع هذه البيضة هنا لتتغذى على هذا الصرصور ثم انها تقدر حجم الصرصور بحيث أنه يكفي غذاء لعدة أسابيع لهذه البيضة لكي تفقس وتنمو وتتحول إلى حشرة مثل أمها هي لا ترى أمها على فكرة ثم تخرج هذه الحشرة الجديدة تخرج من هنا لأن لديها قوة تستطيع إزاحة هذه الحبات الحصى والأخشاب هذه وتخرج ل تقوم بنفس عمل أمها مع العلم أنها لم ترى الأم ماذا فعلت طيب من الذي علم هذه الحشرة الجديدة من الذي أعطاها القدرة على هذا التفكير من الذي أعطاها هذه القدرة على أن تحقن مادة مناسبة وتعلم أن هذا الصرصور مناسب لها والله ايها الاحبه ان هذا الامر لا يمكن ان ياتي عن طريق المصادفه ولا يمكن ابدا ان يكون من فعل يعني الطبيعه العمياء التي لا تستطيع الطبيعه ان تفعل شيئا على فكره وما هي الطبيعه اصلا؟ يعني هي هي مخلوق هي مخلوق فالمخلوق افمن يخلق كمن لا يخلق هنا نتامل قدرة الله القائل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وهو القائل ايضا منبها عباده افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون لذلك اخي الحبيب هذا الاله العظيم الذي ضمن الرزق لحشره مثل هذه حشره صغيره تافهه هكذا حجمها ليس لها اي قيمه ولا نراها ولا ننتبه لها. الله سخر لها وسائل معقده ليضمن رزقها ورزق ذريتها من بعدها. طيب انت كانسان مؤمن تقول يا رب تفقد الامل من هذا الاله العظيم هذا الاله الذي علمك ان ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين، تفقد الامل منه وتلهث وراء مخلوقات لا يضرون ولا ينفعون وتنسى الرزاق العظيم سبحانه وتعالى. لذلك هنا ايضا آيه عظيمه لابد ان اتذكرها معكم. وكأي من دابة لا تحمل رزقها. الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم هذا الاله السميع يسمع دعائي عليم بحالي عليم بما اعاني عليم باحتياجاتي وهو السميع العليم فالذي رزق هذه الدابه يرزقني وكاي من دابه لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. الله الزم نفسه ان يرزق كل مخلوقاته، كيف يخلق مخلوقا ثم لا يرزقه سبحانه وتعالى؟ وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها واياكم وهو السميع العليم. الايه الثانيه وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. نسال الله عز وجل ان يرزقنا جميعا العلم والايمان والتقوى والعمل الصالح وان يرزقنا مرضاته سبحانه وتعالى واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حتى يتبين لهم انه الحق.